صباح الحب، حابة أحكي لكم على موضوع كلش مهم. أنا يمكن حكيته سابقا لكن مهم إنك تدرك خطورة الموقف، يعني هو تنظيف الهالة والتدرأ. صار موقف قبل شوية إنه أنا حقيقي كنت في الجيم وبعدين كلاس يوغا. فلما أنت تكون في مكان، سواء جيم سواء مول أو حتى بالسوق قاعد تمشي وأكو هواية ناس حوالينك، فممكن إنك تتأثر بطاقتهم السلبية إذا أنت ما متدرب. فتشوف يعني لا إراديا تكون أنت حاطط طاقة إطلاقا. قدرة الإنسان الفطرية ممكن إنه يتحسس ويستشعر الطاقة. فأبسط مثال أنا أعطيكم إياه، إحساس للطاقة وضايج ومنزعج وما تعرف أصلا ليش يعني هذا الشعور. فيعني مو لانه انا مثلا يعني ممارسه ريكي وحساسه، حتى تدرك انه قدره الانسان فطريه على استشعار الطاقه. لاحظ كمثال، اذا انت مثلا تروح حديقه حلوه وشمس وعصافير ووحده حلوه مثلا لو واحد حلو، فمشاعرك لا مشاعرك حلوه صح لو لا، فأنت تستشعر طاقة المكان. لاحظ مشاعرك ترايح مقبرة، أوكي اسم الله عليكم الله يحفظكم يعني. فحتشوف مشاعرك، مشاعر حزن كآبة، المهم كل المشاعر المزينة حتحسها صح لو لا. فهذا أبسط مثال حتى تعرف إنه الإنسان عنده قدرة فطرية على استشعار طاقة المكان، أوكي. إذا أنت ما كنت متدرع للأسف راح تاخذ الطاقة السلبية الموجودة بالمكان وطاقة الأشخاص اللي حوالينك. وإذا أنت متدرع راح تحافظ على طاقتك مهما. الموقف اللي خلاني أصور لكم هذا السناب المستعجل إنه كنت في الكلاس اللي قبل شوية. طبعا أنا أتدرع كل يومية، لكن رغم التدرع أستشعر أيضا طاقة المكان أو طاقة الأشخاص. ففاتت بنت يعني الله يكون بعونها طاقتها بحد، يعني سوت لي بديج يعني بقلبي قلت يا معودة على كيفك صدوق جذب. فطبعا اللي أقدر أني أساعدها هو إنه فقط إنه أطلب من الملائكة إنه تساعدها في تطهير حالتها. انه فممكن انك يعني اذا شفت انسان حزين فقط تنويله انه الله يسعده، الله يشافي روحه جسده قلبه، شاكها القلب اللي هي تشعر بالتشافي، تشافي القلب تشافي الروحي الجسدي، تشعر بالبهجه. نويت لها نوايا حلوه. السالفه وين؟ اذا انا مثلا ما كنت متدرعه ممكن انه فعلا اتاثر بهذه الطاقه السلبيه، اوكي. راح أكون طول اليوم يعني أنا ما أعرف ليش ضايجة، ليش مزعوجة، ليش يعني. فمهم جدا إنك تدرع طاقتك، لكن قبل ما أنت تسوي التدرع مهم جدا إنك تنظف هالتك. يعني هذه البنت هي يمكن عمرها كلها ما مسوية تنظيف هالة وما تعرف شنو هو تنظيف هالة. فلهذا رجاء 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 يعني أنا فعلا حابة إنه أساعدكم بهاي المعلومة البسيطة. يعني تخيل إذا أنت ما تنظف هالتك، تخيلها إنه الهالة راح تتجمع مثل الوساخة، وساخة وساخة وساخة، أتربة 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 لحد ما فد يوم تنفجر بدي. زين، وهذه يعني عدم تنظيف الهالة يأثر على مراكز الطاقة في جسمك اللي تسميها تشاكرات، تسمى تشاكرات، أوكي. وعدم تنظيف الهالة يأثر على تخلخل في توازن الشاكرات، وبالتالي أفكار سلبية، مشاعر سلبية. مثلا يعني بعض الأحيان أشخاص يقولوا لي نور عفية أنا عندي أفكار مأساوية، عندي خوف، عندي مشاعر راح يصير فد شيء مو زين أو ما أدري شنو. أوكي، هذه كلها ليش؟ لأن أنت ما منظفة هالتج، فهاي قاعدة تأثر على الشاكرات، تأثر على نفسيتك أنت، ما يخالف غلش على الهاية، أو على أفكارك. فبينما اذا انت مسويه تنظيف هاله، اوكي، حتكونين يعني مشاعرك حلوه، افكارك حلوه، تسمحين لطاقه جديده انه تدخل هالتك وافكارك وعقلك، اوكي. بعد ما تسوي تنظيف الهاله تدرعي حتى تبقى هاي الطاقه حلوه خلال 24 ساعه خلال يومك.
طريقة تنظيف الهالة طبعا أنا منزلتكم بالقناة التليجرام العامة وباليوتيوب، لكن ممكن أنت ببساطة أول ما تقعد من اليوم وأنت قاعد على فراشك تقعد أول شي تبتسم. بليز ترى الابتسامة والله تأثر على وجهك كله على روحك بابتسامتك أول ما تقعد من النوم. أوكي، فأول ما تقعد من النوم اقعد تربع على فراشك وابتسم، أو قول أنوي الآن على أنه تبدي يومك بابتسامة كأنما قاعد أنت تبتسم لهذا اليوم الحلو، وتحط له نية الجمال نية الفرح. فقط ضيف هالتي، أطلب من الله، أطلب من ملائكتي الحارسة مساعدتي على تنظيف هالتي وشعوري بالحب والتوازن. تخيل ملائكتك الحارسة تحضنك بجناحاتها من يمينك ويسارك، وهي ترسل طاقة باللون الأبيض. هاي الطاقة تنظف هالتك، تنظف شاكرات. تخيل إنه هذه الطاقة من جناحات ملائكتك الحارسة تملي جسمك بالنور الأبيض، وانت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شكرا يا الله على وجود ملائكتي الحارسة، وأنوي الاستغفار بنية تطهير كل طاقتي شاكراتي هالتي. استغفر الله، ممكن تستغفر 7 مرات على كل شاكرا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وتخيل الطاقة الرمادية تطلع منك ويبقى جسمك متلألئ باللون الأبيض، والسيارة أبد مو وقتها يعني. بعدين اطلب من الله حفظك خلال 24 ساعة بنية التدرع. اطلب من ملائكتك الحارسة، من جميع ملائكة الأرض والسماء، إنه يحفظوك. وتخيل نفسك داخل فقاعة من النور الأبيض، ممكن الآن تقرأ آيات الحفظ، آية الكرسي، الموضات، أي آيات حفظ أنت حابها. وتخيل هذه الآيات تلف مع عقارب الساعة حوالينك داخل هذه الفقاعة. يعني أنوي أن هذا التدرع الطاقي، هذه الفقاعة الطاقية تستمر بحفظي وتدرعي خلال 24 ساعة. أنوي أنها تحفظ من كل طاقة سلبية. أنوي أن أي طاقة سلبية تجي تحترق فورا وتتحول إلى نور لإعمار الأرض. أنا أسمح فقط لطاقات الحب، طاقات الوفرة، طاقات الإيجابية أن تتدفق لي ولهالتي. خذ وقتك وتنفس تنفسات بطيئة لمدة 5 دقائق، شهيق ببطء وزفير ببطء، ولا تنسى تبتسم وابدي خبر حلو. أنوي اليوم الإنجاز، ابدي خطط ليومك وابدي. بعض الأحيان أشخاص يقولون إحنا منلحق، مثلا خصوصا الأم يومك، ممكن بعدين تحط نوايا ليومك. أنوي اليوم الشعور بالحب، أنوي اليوم الشعور بالتوازن، أنوي اليوم أبد ما راح تفرق وياك، وابدي يومك صح وراح تلاحظ الفرق بيومك لما أنت تطبق هاي الشغلات البسيطة ولما لا. ما تقعدون على مودي يحضرون الأطفال للمدارس وغيوق مثلي أنا مثلا، لكن حاول أنك تستيقظ قبل الوقت المحدد ولو ب10 دقائق. على ذلك لما أنت تكون طاقتك حلوة وطاقة إيجابية، أي أحد راح يحب أنه يكون وياك، حيحب أنه يعني كأنما حتكون مغناطيس، أنه الكل تريد تبقى وياك، الكل تحبك، الكل ترتاح وياك. صدقوني يعني هذا الشيء إذا أنت سويته، يعني حتى علاقتك ويا الشريك، علاقتك ويا الأهل، علاقتك ويا من زملاء العمل، ويا الكل، راح تصير غير شكل لما أنت تكونين يعني بوزيتيف إيجابية، عكس الأشخاص اللي يعني ما يسوون هاي التقنيات، لا ينظفونها، لا يتدرعون، بس تشوفهم تقول ويلي قلبي زين. وحتى لو هما قاعدين حي هيك يحسون وحي ينفرون من عندك. فخليك حبوب وابتسم وطبق هذا الشيء واستمتع بالحب من الجميع يمك. وبس ساكتين وما مسوين شيء فحتحس بطاقتهم السلبية، أوكي؟ أو إنه يعني حتى إذا أنت كنت سلبي مثلا والآخر الناس، أنا أحب وجود الأحجار بكل مكان. هاي التعليقة حجر التورمالين، شرحت لكم أنها وحطيتها بالسيارة لأنه أول شيء هذا يعمل على سحب الطاقة السلبية
الموجودة في المكان، وهو حجر أصلا ينظف نفسه بنفسه. فممكن إنك تلبس هاي القلادة، طبعا هذه تنفع للشباب، غمز اللي هو غمز زهرة الحياة، يعمل على التناغم طاقة المكان، وأني كل شيء من هالتي. وحجر التورمالين الأسود، فأمور بسيطة إنك تحافظ بها على هالتك. وأحبكم كل هواية، كل الشابات يعني نساء ورجال. وممكن ايضا مثلي تعلقها تعليقه بالسياره، طبعا انا معلقه هنا هذه الكريستاله وهذه بلس يعني.